في موضوع آخر، أطلقت مديرية البيئة لولاية جيجل حملتها التحسيسية التوعوية داخل الوسط المدرسي حول أهمية الفرز الانتقائي للنفايات لاسترجاع النفايات البلاستيكية، والتي تندرج ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة البيئة والطاقة المتجددة تحت الشعار معا لمحاربة البلاستيك. الحملة تهدف إلى غرس السلوكيات الإيجابية لدى الطفل لضمان جيل ذو حس بيئي، وكذلك التعريف بأهمية محاربة البلاستيك لما له من خطورة كبيرة على التنوع البيولوجي وتشوه المناظر. ستمس 12 مؤسسة تربوية لمختلف الأطوار التعليمية بولاية جيجي. الميكروفون عبد الوهاب زناكي. استفاد التلاميذ من حصة تحسيسية توعوية حول أخطار البلاستيك وكيفية محاربته والأنظمة التي وضعتها الدولة من أجل التقليل من استعمال كل أنواع البلاستيك. لازم نريكيبيريو البلاستيك خاطر يساهم في الاقتصاد تاع الدولة. تعلمنا هدفين من إعادة الرسكالة، وهي هدف بيئي وهدف اقتصادي لحماية بيئتنا. الهدف الاقتصادي نقلصوا من مراكز الردم التقني ونقلصوا من الأموال اللي نصرفوها على هذه المراكز. هذا شرف المؤسسة لانطلاق الحملة الولائية لمحاربة البلاستيك من ثانوية كعولة تونس. وحنا مؤسسة تاعنا راهي عندها تجربة في الأمر هذا، عندنا نادي بيئي اللي كي يخدم في إعادة الرسكالة كفرع من النادي البيئي. إن شاء الله راح تكون دروس مستقبلية في الأمر هذا، وإحنا نتمناو هذه إعادة الرسكالة ومحاربة البلاستيك راح تأثر إيجابا على الاقتصاد الوطني.